احتفالاً بيوم العمل التطوعي وتقديراً لجهود الشباب في خدمة المجتمع، أقيمت فعاليات مؤتمر التطوع العالمي في الأردن بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للشباب. الإيفنت اللي عم بنعمل اليوم هو إيفنت شبابي 100%، من خلال التخطيط، التنظيم، التنفيذ كان كله 100% شبابي. نعمل من أجل الشباب، مشان الشباب في كل مكان عم بتطوع وعم بيعملوا أعمال تطوعية، فإحنا حقنا بهذا اليوم إنه نحتفل بالأعمال التطوعية اللي عم بيعملوها الشباب. روح الشباب هي العماد الأساسي في هذا العمل السامي بعطاء بلا حدود، همهم الأول والأخير هو خدمة البلد والإنسانية. إحنا بنشارك مع دول كثير في العالم في يوم المتطوع العالمي لنشر مفهوم التطوع النبيل، اللي هو مبني على أكثر من جانب بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التنمية والتوعية وهيك. شارك في الاحتفالية عدد من المنظمات والهيئات في مجال العمل التطوعي بهدف تشجيع الجميع على التطوع وإبراز إسهامات المتطوعين في المجتمع. أندلس هو جزء من مشروع اسمه إلكترون، وهو مشروع عبارة عن شراكة إقليمية ما بين 5 دول، في 8 شركاء من مصر والأردن وليبيا وتونس وفلسطين. الفكرة الأساسية إن إحنا بننفذ الجزء الخاص بينا في القاهرة وكمان في 4 محافظات مختلفة في مصر. المرة دي هنا أنا موجودة عشان أشارك في الفعالية اللي عاملها مؤسسة الأميرة بسمة، اللي هي واحدة من الشركاء الموجودين في المشروع، بهدف زرع معاني الحب والعطاء في روح الأطفال وزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم. تم مشاركة الأطفال في هذا اليوم التطوعي من خلال إعطائهم محاضرات عن ترشيد استهلاك الطاقة والتطوع بتمارين بسيطة وورش عمل وتمارين الواجب والتطوع في الحرص على النظافة. العمل التطوعي يعني الكثير لسمو الأميرة بسمة بن طلال، التي أشادت بالجهود المبذولة في هذا الاحتفال المعطاء والخيري. حقيقة إنه يعني اللي بسمع اللي عملته بهاللقاء آخر يومين، يعني والطريقة اللي نقلته إلنا، الجو اللي كان، يعني أنا بقدر أتصور جزء بسيط، لكن أنا متأكدة إنه كان فعلا يعني جو دافي حيوي مفيد. مبادرة مميزة تجسد العلاقة الوثيقة من الإعلام والشباب والتنمية بين قناة رؤيا والصندوق الأردني الهاشمي، وقعها كل من رئيس مجلس إدارة قناة رؤيا السيد ميشيل الصايغ، وعن الصندوق مساعدة المديرة التنفيذية للصندوق السيدة ريم الزبن. بالنسبة لاتفاقيتنا اليوم مع رؤيا، هي اتفاقية شراكة توجت نتيجة لمجموعة من اللقاءات اللي تمت ما بين الصندوق وما بين إذاعة محطة رؤيا، والهدف منها إنه إحنا كمؤسستين تنمويتين نشتغل بقضايا تنموية، بقضايا الشباب، نصير في شراكة ودعم لجهود المؤسستين لتقوية العمل بشكل متكامل. السيد الصايغ قال إنه هالمبادرة بتعكس مدى التزام قناة رؤيا بقضايا الشباب اللي بتهدف لخدمة بلدنا ومجتمعنا. إحنا نعتز جداً في صندوق الهاشمي للتنمية البشرية، ويجب أن نكون إحنا رديف ومساعد لهم في نشاطاتهم. الاتفاقية هي يعني بتساعدنا إحنا كرؤية للتواصل مع الشباب اللي بترعاهم الصندوق الهاشمي. والحقيقة أنا اليوم سعدت جداً إنه أرى هذا الكوكب من شباب الوطن والشباب العربي في اللقاء في اليوم العالمي للتطوع برعاية سمو الأميرة بسمة طال الله عمرها. والصحيح إنه كمان سعدنا جداً إنه نتعاون مع هاي المؤسسة من خلال سمو الأميرة. أيمن الحمود، رؤيا